ديما صديقتي تقول بعد النية اكتشفت أن أعز أصدقائي قرصان مال، وصار يظهر لي كثير الحصان بكل مكان واسمه بالتركي واللون الأزرق أيضا، هل له دلالة على أمر معين؟ والله صراحة أنه ديما تكتشفين أنه صديقك قرصان هو أعز أصدقائك وتوك تكتشفين بعد نية الثراء، هذا فتح. هذا بالنسبة لي رد صراحة، هذا بالنسبة لي رد. يعني كنتي بجنب القرصان طوال الوقت بس ما قدرتي تشوفين انه قرصان، بس لما حطيت النية معناها انت شايلة نظارة وردية وقدرتي تشوفين بالضبط القرصان. تفهمين؟ طيب كويس، هو جاي يعلمك، تعلمي. هل ممكن يسوي عليك قرصنة؟ مدام اكتشفتي ان شاء الله لا، لكن تعلمي منه، قد يكون هو معلم. الحصان الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حصان بالنسبة لنا إشارة جيدة، اللون الأزرق برضو إشارة جيدة، خلنا نقول مرتبطة بالشعور أكثر من المال. أريان حبيبتي تقول دكتورة أحب أشتري أشياء براندات، لكن والدي دائما يتهمني بالغرور والتفاخر رغم أنا مو كذا، وأنجرح جدا من كلامه، هل هذا سيؤثر على مفهومي للثراء؟ ولما أسامحه لأن درجة وعيه هذا، هل أنا صح أم خطأ؟ حبيبتي أريان أبغى أقول لك يعني هو مو صح ولا خطأ، هي مستويات ومفاهيم. أوكي، هي مستويات ومفاهيم. يعني تخيل انه احنا في شبكة وكل شخص موجود في زاوية من زوايا الشبكة عنده فلتر يشوف من خلاله، بالتالي انت في زاوية تشوفين انه البراندات هذا شيء جميل راقي يعبر عن الثراء، يعبر عن شعور قد يكون الحب الجمال اللي تبغين تشعرين فيه. ابوك موجود في زاوية ثانية يشوف من مكان آخر عنده فلاتر مختلفة، يشوف إنه الأشخاص هذول اللي يشترون البراندات هذول أشخاص متفاخرين يبغون يهايطون، يبغون يورون فلوسهم، يعني فيهم غرور، ما يعرفون يتواضعون وما يعرفون يعني يحطون فلوسهم في المكان الصحيح. لذلك كلكم صح بالنسبة للموقف اللي أنتم واقفين فيه. لكن وش اللي مزعج في الموضوع؟ المزعج انه انت ما انت منسجمه في مكانك، هذا المزعج انه انت مش منسجمه في مكانك، ما انت منسجمه في مكانك. يعني انا اعرف انه في احد ممكن يقول عني هذا الكلام، يعني انا لبست براند، بس اتس اوكي، ما يزعل. وانا اعرف انه في احد ممكن يقول عني خلاف ذلك لاني انا ما لبست براند، بس اتس اوكي، ما يزعل. يعني في شخص ممكن يقول لي انتي مغرورة لانه انتي لبستي كذا، وين الوعي وين الروحاني وكذا، it's okay، هذه انا، هذا مستوعي، ما يزعل. اللي يقول عني مغرورة، اللي يقول عني متفاخرة، الكلام اللي قاله ابوك ما يزعل، هذا هو الزاوية اللي هو يشوفني فيها، صح ولا لا؟ في المقابل في اشخاص يقولون بخيلة ما تدفع الشيء الفلاني، ليه؟ لانه هذا هو فلترهم، ما يزعل. تالي انت في مكان صح، هو في مكان صح، لكن انا زعلانة انه انت مو منسجمة مع مكانك، زعلانة انه انت الكلام هذا يقلقك. لما تدخلين في كارما الثراء ولما تكون موجود في طبقة من طبقات الثراء، لابد تكون 100% منسجم مع هذه الطبقة وتتعامل مع اموالك تقبل تام وبرضا تام بطريقة إدارتك لهذه الأموال. ولا يوجد شخص كائنا من كان، كبير أو صغير، قريب أو بعيد، يقدر يهز من مستوى نظرتك وتعاملك مع المال. لابد تكون الأفكار والمعتقدات والمشاعر اللي عندك وأنت في كارما الثراء كثير صلبة. ما حد يهزك عشان أنت شريت شيء رخيص ولا شريت غالي، ما حد يهزك من أي طرف من الأطراف، من أي فلتر من الفلاتر، لأنه أنت عندك السيستم كامل،
أنت مقتنع تماماً ومنسجم تماماً ومتصالح تماماً مع السيستم اللي أنت فيه. لكن أنا هذا مزعجني، أنه أنت مش متصالحة مع السيستم اللي أنت فيه، يزعجني تماماً. أنت ما توقعين أنه في ناس بيقولون مغرورة إذا لبستي براندات؟ ما توقعين أنه الأثرياء يقال عنهم مغرورين، غشاشين، نصابين، قراصنة؟ It's okay. لابد تعرفين أنه في فلاتر ثانية غير الفلتر اللي أنت موجودة فيه. لابد تعرفين أنه في أشخاص لا يؤمنون بالشيء اللي أنت تسوينه. لابد تعرفين أنه في أشخاص لا يقرون بطريقة دفعك لأموالك. فبالتالي It's okay. مو مشكلة. لكن برضو أبغى أنبهك على نقطة، أنا ما أعرف إذا هو عنده تفاصيل كم شريتي وبكم شريتي وليش شريتي. هذه إذا كانت موجودة برضو أنت غلطانة، برضو أنت غلطانة. ما المفروض أنها تنعرف أنه أنت شريتي هذه القطعة ب10,000، شريتي هذه الساعة؟ ما المفروض يعني؟ أتوقع أبوك يعني أكبر منك بأجيال ورجل، ما أفترض أنه بيفهم كثير في هذه الأمور. فما المفروض أنه أصلا أنت بعد تعطينا تفاصيل لهذه القصة. هند تقول مرة سمعت شاروخان يقول أن يقولون المال لا يشتري السعادة، لا تحرص عليه، فلاسفة ما جربوا الثراء. استغربت لأنها طاقة فقر. أنا ما أعرف هو اللي قال ولا هو يقول في ناس يقولون هذا الكلام، سواء هو اللي قال ولا في أحد يقول هذا الكلام. هو المال فعلا لا يشتري السعادة. هو المال لا يعني خلني أقولها بطريقة أخرى، المال لن يغير من جسدك المشاعري. إذا أنت تشعر بالعار ستظل تشعر بالعار، إذا أنت خواف ستظل خواف، إذا أنت متأنب ستظل متأنب. المال يحسن حياتك، يغير حياتك، يغير واقعك. وبالتالي لما أنت تأخذ الأموال وتستخدمها بطريقة صحيحة، تروح تشتغل على نفسك وتحسن مشاعرك وكذا، أقول أوه واو والله هذه الأموال يعني اشتغلت، والله هذه أموال إيه جابت له سعادة، غيرت. لكنها مجرد ما يكون عندك مال بتكون سعيد؟ لا. مجرد ما أنه مثلا يدخل في حسابك البنك مليون بتكون أنت سعيد؟ بتكون أنت سعيد لحظتها، إيه لها نكهة. قلت لكم احنا اتفقنا على نكهة المليون الأول كذا، لها نكهتها. لكن هذه مو سعادة، هي مو سعادة، هي يعني وناسة كذا في لحظتها. بس إذا عندك يعني مثلا عندك أنت حزين على قصة، أو غاضب على موضوع، أو متألم على شيء معين، كلها شوية كم يوم ويرجع الموضوع، وتحس أنه الشعور السيء ما زال هو الشعور السيء، الشعور السيء ما زال هو الشعور السيء. استغربت لأن طاقة فقر، أنا ما أدري وين طاقة الفقر في الموضوع، ما أعرف إنه هو يعني معترض عليهم. أنا ببحث عن هذه المقولة بشوف إنه هو مين اللي قالها. خليني أقول لك شيء كثير مهم. الأثرياء جزء كبير منهم لم يستطيعوا فهم أنفسهم أصلاً، لم يستطيعوا فهم الثراء اللي هم مروا فيه. لذلك أيضا جزء كبير من الأثرياء لم يستطيعوا نقل التجربة للآخرين. لا تنسين هذا الشيء، كثير من الأثرياء ما استطاعوا أنهم ينقلون التجربة للآخرين. يحتاج ثري يكون هو فاهم في كيف العقل اللاواعي وكيف الشعور، ويراقب أيضا. غالبية الأثرياء ما يراقبون، غالبية الأثرياء ما يراقبون، هم عايشين في البلورة، عايشين يطورون أموالهم، يشتغلون بإبداعهم، يعني يشتغلون بطريقة ما، لكن هم مو قاعدين يراقبون كيف الثراء يشتغل وكيف يصير وكيف العقليات وكيف الطاقة وكيف، ما هم مشغولين بهذا الشيء. لذلك ما أستبعد أنه ممكن شخص ثري يقول كلام يعني مو مناسب أو ما يعبر عن الثراء. وأعتبر أنه الأثرياء يحتاج لهم شخص فاهم يطلع منهم المعلومات، شخص يعني صياد يصيد منهم المعلومات بطريقة صحيحة عشان يوصلها للآخرين. لأنهم هم وإن عرفوا المعادلة بطريقة لا واعية، لكن صعب يقولونها بطريقة واعية، صعب ينقلونها بطريقة واعية. ولو كانت بهذه البساطة لكان نقلوها لكثير من الناس، أو كانت نقلت كثير من الناس. لذلك افتح في اليوتيوب شوف كم في من المقاطع اللي تتكلم عن الثراء، ومع ذلك الناس ما صارت ثرية، ما صارت ثرية. ذلك الموضوع هو عميق، يحتاج فهم عميق.
طيب يا جماعة، أذكركم نيتنا لهذا الشهر نية الثراء. اللي ما حط النية بليز يحط النية، اللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال، اللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم. عندنا 7 كورسات موجودة على الموقع سمية 360.net: طبقات الثراء، أسرار الأثرياء، كارما الثراء، قراصنة المال، الفكرة وحتى التجارة والتجارة الإلكترونية للمبتدئين، ورسائل البدايات. أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا. خلوكم معانا، ما زلنا راح نتكلم في انستغرام لايف عن الثراء، عن المال، عن الفلوس، عن القراصنة. وعزموا حبايبكم. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل. تصبحون على حب.